طان لاحظ حركات ابو علي ترى يمكن تستفيد انا عارف زين انا لا يمكن يعلمك انك ترى زدت شيء ولا شيء عن طريق هو عن طريق ذكر علي الا على ذكر واحد انا يسالون عنه من قبل شيء منهم مين يسول فيه قبل شوي انت منو علي الغامدي يا اخي علي الغامدي يا اخي اللي دائم مشغل العالم في كل نهايه يوم يمسك له 3-4 كذا ويبدا ينتقل هو هنا انا لو اجي عندك هنا موجود بس شكشوك موجود ترى لا وبشرك ان نتكلم عن فقره مدام كذا حركات فوق يقول انه يقول كل يوم لهم اليه وكان وده يصير شيء بس ما اعرف المبدعين كل يوم لهم ايش يا ولد لهم تجديد يعني افكار انا ما هو فكري واحد اني بس اناقل انا فكري اوصل معلومه للشباب حتى لو اني على عيني وعلى راسي لكن ما طبيبي هذا عليك منه هديه انها تكون تسمع المشاهدين ما لا عبد المطبخ ما اتفقنا يا ابو ليه جعل اليتي تنزل عليها وشو نخليها طيب حمر تصير حمر شوي شوي خلني اغسله ولا ما يحتاج والله لا اجيب لهم شغل ممكن ينقد نقد بناء بغداش رادار عادي من حقه ينتقد ابو علي سمعت ريحه الكشنه الانتقاد عادي ينتقد ما هي مشكله طب هذا يعني هذا فقره نقد ليش قلت ايه ابو علي ليش قلت نقد يعني كانك ما تبغاه هذا اسمه فقره نقد كيف نقد لا ينتقد نقد ابو علي دقيقة لو انا يعني ما ادري بس انا اشوف انه يعني حركة منك ما ادري كيف جاية يعني ممكن اقول فقرة نقد يعني جميلة يعني انا اقول لك مو النقد جميلة نقد يعني مجرد انتقاد يمكن نقد بناء طيب وشوف يعني انا اقول لك شيء في حاجة ايش اقول لك ممكن احنا ناجحين هو مع النجاح حقنا يبغى يدخل في نفس النجاح عشان هو يطلع على مين على نجاحي انا فهمت انت ناجح وانا ناجح لازم هو يحاربك عشان يطلع معك نفس النجاح طيب يمكن هو ذكره لنا أننا ننجح من هو؟ هو أنا ناجح بدون ذكره أنت كهذا تصريح من أبو علي أنك أنت ناجح بدون ذكر فقرة مذاق؟ إيه ناجح وعملاقة يا سلام نعم السلام يا قوية جدا بالمشاهدين ومتسابقين الفنانين هذول مبدعين عليك يا سلام مبدعين هذول ما أقدر أقول بحقهم شيء وكاني يعني أفهم من كلام أبو علي أنه لا يعبر بكلام الناقدين نقد ينتقد ما هي مشكلة ينتقد بحق إن أنا يقدر عليه بس إنه ينتقدني فعلا يطلع فيني شيء صعب عليه ما ظني دون تاتش أو ماي جاد يا أبو علي ما فيك حيل يا أبو علي والله ما فيك حيل صراحة أنا أستغرب كيف إن علي الغامدي يبدأ يتكلم في هامة وقامة جبل مثل علي الغامدي من بعدك يا علي من بعدك طال عمرك بعد راسي الله يرفع قدرك الناجح مع الناجح مصيبة فلما هو ناجح يدخل بين اثنين ناجحين لا هو يصير ناجح ف صعبة شوي عليك طيب بيض الله وجهك وجهك حبيبي انا ودي بس امر على بعض خذ راحتك مع الشباب واخذ بس لا انتبه علي نبيه ترى احيانا تحصل لك صبورة كبيرة فحاول انك لا تكتب عليها واجد لان كثر الكتابة عليها مشكلة بس مشكلة الصبورة هذه ما فيها مساحة ها؟ ما فيها مساحة يبغى لها وايت موية طيب اخوي